وانما والله ان تكونوا بخير وبصحه جيده. يا ريت بعد اذنكم ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس وتعملوا بلايك عشان يوصلك كل جديد. والان نوفيكم باحدث اسعار فيات تيبو 2023 في مصر. تنتمي السيارة فيات تيبو موديل 2023 لفئة السيارات السيدان، وتتوفر بإصدار هاتشباك، وتتميز بالعديد من الفئات التي تتدرج حسب مستوى التجهيزات والكماليات. حصلت فيات تيبو على موديل 2023 على ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، بينما تستمد قوتها من محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر سعة 1600 سي سي بقوة إنتاجية قدرها 110 حصانا و 152 نيوتن متر من عزم الدوران، بالإضافة إلى تقنية الدفع الأمامي للعجلات. زمن التسارع من وضع النقطة زيرو إلى سرعة 100 كيلو متر ساعة خلال 11.2 ثانية. السرعة القصوى للسيارة تصل إلى 192 كيلو متر في الساعة. تستهلك فيات تيبو موديل 2023 نسبة من الوقود تقدر ب 6.3 لتر لكل 100 كيلو. تحتوي السيارة فيات تيبو على العديد من التجهيزات مثل مراية كهربائية، مكيف هواء، قفل مركزي، نظام صوتي ترفيهي، بلوتوز، شاشة ملونة، مقود حركة، متعدد الوظائف إضافة إلى LED، زر تشغيل وإيقاف المحرك، حساسات، ركن كاميرا خلفية. أسعار السيارات فيات تيبو موديل 2023 في مصر: الفئة الأولى انتري جراد فيات تيبو موديل 2023 بسعر 825 ألف. الفئة الثانية ميد جراد فيات تيبو موديل 2023 بسعر 910 ألف جنيه. الفئة الثالثة انتري جراد HD HB فيات تيبو موديل 2023 بسعر 910 ألف جنيه. الفئة الرابعة هاج لان فيات تيبو موديل 2023 بسعر 950 ألف جنيه. الفئة الخامسة هاج لان HB فيات تيبو موديل 2023 ب 975 ألف جنيه. وبهذا قد أوفيناكم بأسعار سيارات فيات تيبو في مصر 2023. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، دعمنا بلايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.